السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي وأصدقائي، يا رب تكونوا دايما بألف خير وصحة وسلامة. أقدم لكم أنا قناتي أنا وحياتي، سعر صرف الدولار والعملات اليوم في السوق السوداء ليوم الخميس 18/7/2024 فضلا وتكرما منكم أخواتي. أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. أسعار صرف الدولار والعملات في السوق السوداء في مصر اليوم: الدينار الأردني، سعر الدينار الأردني 68 جنيه 5 قروش، سعر الدينار البحريني اليوم في السوق السوداء 127 جنيه 87 قرش، سعر الريال القطري اليوم في السوق السوداء في مصر 13 جنيه 22 قرش، سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء في مصر 125 جنيه 51 قرش، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السوق السوداء في مصر 62 جنيه 51 قرش، سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء في مصر 157 جنيه 68 قرش، سعر الدرهم الاماراتي اليوم في السوق السوداء في مصر 13 جنيه 12 قرش، سعر اليورو 52 جنيه 53 قرش، سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء في مصر سجل 12 جنيه 85 قرش، سعر الدولار الامريكي اليوم في السوق السوداء في مصر الشراء سجل 49 جنيه 70 قرش، والبيع سجل 50 جنيه 12 قرش. بشكر حضراتكم اخواتي، بتمنى لكم الخير والصحه والسلامه على الدوام.